بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحبتي في الله، السلام عليكم ولادي وبناتي، اخوتي اخواتاتي. نطلب من الله تكونوا كاملين بخير وفي صحة جيدة ان شاء الله. المهم غادي السلام نبداو ان عليكم. شاء الله. مازلنا عاد في وصفات ديال رمضان، شهوة رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان آمين شاء يا الله. رب، آمين. عندنا فطائر اخرى، عندنا غادي نقول لكم هي فيها، غادي نعطيكم المقادير ديال العجينة وغادي نعجنوها عاد، وغادي نمشيو ملي نبغيو نطيبوا الحشوة غادي نعطيكم المقادير نتاع الحشوة. إن شاء الله. عندنا في المقادير ديال العجينة عندنا 5 الكيسان ديال الفرز ديال الطحين، عندنا شويه الكيسان كما كانوا دايرين ولا كيسان، تاع هي العنبة؟ من الاحسن لا يكونوا شويه كبار على ديال العنبه، يكونوا شويه كبار على ديال العنبه. عندنا قرصه د الملح، عندنا كاس، نص كاس ديال الزيت، عندنا 4 المعالق ديال حليب. الحليب بودر، عندنا هنايا معلقه صغيره ديال سنيده، عندنا معلقه صغيره ديال الخميره. والخميره كما كنقولوا دائما هي على حسب الجو، كان الجو سخون غادي تقلي، كان الجو بارد غادي تنقصي، الجو وغادي بارد غادي تزيدي. الجو بارد غادي تزيدي، وغادي درنا الخميره وسنيده، غادي نطلقوها بشويه د الماء، العجن غادي يكون بالماء شويه دافي. هي غادي نجمعوا العجينه، غادي نجمعوا العجينه بالماء دافي. بسم الله. هي تقدري ديري الخميره ديريها في واحد الكاس وخليها تطلقها، غير انا يعني كنخدم كلشي في مره. زدتي الزيت؟ زدنا الزيت، غادي نزيد دوك الكيسان ديال الطحين في مرة، غادي نزيد فوقهم الحليب بودر. الا ما كانش عندكم الحليب بودر تقدروا تجمعوا، تستغناو على المدافي وتستغناو على الحليب بودر وتجمعوا بالحليب سائل. غادي ندير واحد القرصه ديال الملحه، غير قرصه، يعني كما كتقولي الحشوه راه غادي تكون مالحه بشويه. مالحه صافي، غادي نجمع دابا بالمدافي. كدلكيها شويه ولا شويه؟ وضروري يعني، ماشي شي دليك، يعني ماشي شي دليك بزاف، ولكن ضروري كتجمعيها، وعلى ما تطلق العجينه في يدك. واللي بحال خالتكم ام هبه تعجن بالعجانه، هي انا قديها تعجن بالعجانه، اي اللي عندها العجانه تعجن بالعجانه احسن. انا غير كميه صغيره ما بغيناش ايوا، غير سمحي لي كل نهار مرحبا شقياتك معايا. لا لا مرحبا، ونتمنى ان هاد الشهيوات هادو يعجبوا المشاهدين، ونتمنى يديروهم في رمضان ويترحموا علينا. نحويجاتي زوينين صراحه، زوينين، وكيغيروا الاخر ديال الطبله، وكيغيروا يعني بنادم كيبدل، وصراحه زعما شي حاجه صحيه وشي حاجه زوينه. والدراري الصغار خصوصا اللي كيكونوا صايمين، الوليدات يكونوا صايمين، أيه. خصوص خصوصا الطابله اللي عندهم الوليدات صايمين، راه كاين شي وليدات اللي كيصوموا غير على حساب ديك الطبله. اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله. اللهم يا رب. امين. بعد ما عجننا العجينه وخليناها غطيناها وخليناها ترتاح، دابا غادي نعطيكم المقادير ديال الحشوه. عندنا بصله مشلضه، عندنا قرعه محكوكه، عندنا خيزو محكوكه، عندنا 4 د الهبره الدجاج 250 غرام حتى 300 غرام ديال لاداند، ديال لاداند حتى 300 غرام.
تقدروا تبدلوها بالكفته، تقدروا. عندنا الفرماج ديال لي ساندويتش غادي نقطعوه وغادي نوريكم الطريقه باش كي غادي نديروا له. عندنا شويه ديال المعدنوس راه جامد عندي، عندنا شويه ديال الهريسه طبعا اختياريه، عندنا شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الابزار، ملحه، تحميره، خرقوم، والزيت فاش غادي نشحروا البصله، الخضر والبصله، البصله والخضر وكلشي غنطيبوه. يا راه نمشي بعد ما شحرنا البصله، ها هي رخفت شويه، غادي نزيد دابا الخضر ديالي. هي راه تقدر الا ما بغيتوش ديروا الخضر، بالنسبه للناس اللي ما كيعجبوهمش خزو او ما كتعجبوهمش القرعه، الا ما بغيتوش ديروا راه ما كاين زعما مشكل، تقدروا ديروا غير البصله وديك اللدان او الكفته صافي. انا علاش كنبغي ندير الخضر؟ لانها صحيه وكنبغي نتحايل شويه على الدراري، وكتزيد لي حتى الكميه. واللي بغى يزيد حتى الفلفل، اي لا داكشي زعما الفلفل الزيتون داكشي اختياري، كيبقى كل واحد تقدري تستغناي على الخضر وكديري لي فيرميسي، يعني فيرميسي تديريها معاه، يعني حتى كطيب لا داند ولا الكفته ولا، وغادي ديري الفيرميسي. انا غادي نحط كل شيء في مره، تخليهم يتشحروا على دابا المقله راها شويه صغيره، غادي نخلي هذا الشيء يتطلق شويه، وغادي ندير العطريه. معدنوس، والملحة على حسب تان. صافي غادي نخلط هاد الشي هذا دابا، وغادي نخليه يطيب على نار مهيلة. غادي نزيد واحد الربع ديال الكاس ديال الماء، غير باش نعاون الخضرة ما تحرقش على ما تطلق الماء ديالها. غادي يطيب هذا الشيء وغادي نرجع لكم ان شاء الله. اما بالنسبه للسودانيه هذاك الشيء اختياري، اللي بغى يزيد يزيد، واللي ما بغاش يدير السودانيه ما يديرش، او الهريسه بحال بحال. اما الهريسه اما السودانيه اما مزيودات حارين يتقطعوا، المهم الحار كيبقى اختياري. دابا غادي يطيب وغادي نرجعوا لكم ان شاء الله على ما تطلق. الحشوه ديالنا هي الحشوه ديالنا صبحت جاهزه، دابا غادي نخليوها غير تبرد باش ما تقطعناش العجينه، ونرجعوا نسرحوا العجينه ونعمروها ان شاء الله. بعد ما سرحنا العجينه ديالنا دابا كنقطعوها دوائر، بالنسبه للقطاع يعني اي قطاعه ولا اي قطر بغاو كبير صغير، اي داكشي على حسبها، هي بغات دائره كبيره بغات حجم صغير، المهم هي هذه كتبقى على حسب الاخر ديالها. غادي نوريكم بعد الحشوه عاد ونكمل.
غادي ناخذ الفرماج ديالي، هذا الفرماج المربع، غادي نقطعو على 4، ندير له هكا. وانتم تقدروا ديروا غير الفرماج محكوك الا كان عندكم، ما بغيتوش ديروا لا فرماج محكوك ولا فرماج ديال السندويش، تخليوه غير هكاك، خليوه غير هكا. غادي ندهنو بالبيض ونحطو في الطبسيه ديال الفران. ما كتلصق حتى بحاجه هي صراحه، ما يعني ما انا غير يعني كالاخر من عندي، غادي نقول لكم وسموك بعض المرات كنزيد هاد العود ديال المسمار ديال القرنفل. اي هاد الاخر القرنفل كنجيبو كنقبطو نديرو هنا، منها تزيين ومنها كيقبط لنا ديك العجينه. وتقدروا نتوما تدهنوا غير بشويه د البيض وصافي. بعد ما عمرنا الطبسي ديالنا دهنا بالبيض، قلنا بالنسبه لهذا اللي عنده العود ديال القرنفل راه صحي ومنها حتى ديكور، اللي ما عندوش يقدر يكتفي غير بالبيض، يلصق غير بالبيض ويكتفي به. يلا دابا غادي ندخلوه للفران ونرجعوا لكم ان شاء الله. هادو الفطائر ديالنا بعد ما وجدوا، هانتوما كتشوفوا كيجيو زوينين ولداد. ونتمنى ان هاد الوصفات هادو كاملين يعجبوكم، ونتمنى انكم تجربوهم لان ماشي شي حاجه صعيبه، وصحيين وشهيين وبصحه والراحه. الله يجازيك بخير، الله يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. وكانت نهايه ديال الفيديو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.